تلاميذ السنة الأولى ابتدائي، السلام عليكم. نبدأ الآن بحل اختبار الفصل الثاني في مادة التربية العلمية. التمرين الأول: أربط كل حاسة مع العضو الذي يناسبها. لدينا حاسة الشم، حاسة الرؤية، حاسة التذوق، حاسة السمع، حاسة اللمس. لدينا عضو الأذن، اليد، العين، الأنف واللسان. إذن أشم بالأنف، أحسنت. إذن حاسة الشم عضوها الأنف، أشم بالأنف. أرى بجيد بالعين، إذن حاسة الرؤية عضوها العين، أرى بالعين. أتذوق ب، أحسنتم، باللسان، إذن حاسة التذوق عضوها اللسان. أسمع بي جيد بالأذن، إذن حاسة السمع عضوها الأذن. ألمس بي، أحسنتم، باليد، إذن حاسة اللمس عضوها اليد. نراجع: حاسة الشم عضوها الأنف، حاسة الرؤية عضوها العين، حاسة التذوق عضوها اللسان، حاسة السمع عضوها الأذن، وحاسة اللمس عضوها اليد. التمرين الثاني: أجيب بصحيح أو خطأ. أتنقل من مكان إلى آخر بالمشي فقط. أحسنتم، خطأ، لأنني أتنقل من مكان إلى آخر بالمشي وكذلك بالجري أيضا. الأغذية التي أتناولها مصدرها حيواني ونباتي ومعدني. أحسنتم، صحيح. القلب ينبض في النهار ويتوقف في الليل. خطأ، أحسنتم، لأن القلب ينبض في النهار وفي باستمرار. القلب ينبض باستمرار في النهار وفي الليل. لا يمكنني العيش دون تنفس. أحسنتم، صحيح، لأنني أتنفس باستمرار. نراجع: أتنقل من مكان إلى آخر بالمشي فقط. خطأ. الأغذية التي أتناولها مصدرها حيواني ونباتي ومعدني. صحيح. القلب ينبض في النهار ويتوقف في الليل. خطأ. لا يمكنني العيش دون تنفس. صحيح. التمرين الثالث: أصنف الحيوانات إلى متوحش وأليف. لدينا الأسد، البقرة، الدب والدجاجة. الأسد حيوان جيد، متوحش، البقرة حيوان جيد، أليف. الدب حيوان، أحسنتم، متوحش. الدجاجة حيوان جيد، أليف. نراجع: الأسد حيوان متوحش، البقرة حيوان أليف، الدب حيوان متوحش، والدجاجة حيوان أليف. التمرين الرابع: أرتب الكلمات لأحصل على جملة مفيدة. المتوحشة، الحيوانات، تعيش، الغابة، في. نبدأ. أول كلمة هي جيد، تعيش، بعدها أحسنتم، الحيوانات. تعيش الحيوانات، بعدها أحسنتم، المتوحشة. بعدها تعيش الحيوانات المتوحشة، بعدها جيد، في. أخيرا الغابة. تصبح الجملة
تعيش الحيوانات المتوحشة في الغابة، في الغابة عفوا ليس الغابة، في الغابة. التمرين الخامس، أكمل الفقرة بالكلمات المناسبة. لدينا الحسنة، يدي، أسناني، وصحتي. لأحافظ على التزم بالعادات عند الأكل، فأغسل قبل الأكل، وأعتدل في الجلوس، وأنظف بعد الأكل. إذا نكمل، نملأ الفراغ. لأحافظ على جيد صحتي، التزم بالعادات جيد الحسنة، عند الأكل. لأحافظ على صحتي، التزم بالعادات الحسنة عند الأكل، فأغسل، أحسنتم، يدي، قبل الأكل، وأعتدل في الجلوس، وأنظف، أحسنتم، أسناني، أسناني بعد الأكل. نعيد قراءة الجمل. لأحافظ على صحتي، ألتزم بالعادات الحسنة عند الأكل، فأغسل يدي قبل الأكل، وأعتدل في الجلوس، وأنظف أسناني بعد الأكل. وهكذا نكون قد انتهينا من حل النموذج. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتشغيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد إن شاء الله، وإلى اختبار قادم، والسلام عليكم.